الطاقة الإيجابية اللي عندنا عشان تقول لنا كده هو النيورولوجيكال اكزامينيشن. جو اهيد يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا أنا يعني أحب أشكر أساتذتي جميعا وزملائي اللي أتاحوا لي الفرصة دي، وسعيدة جدا بوجود أستاذ دكتور حامد بيه شتلة. حضرتك منورنا والله، وكل أساتذتنا دكتورة هدى ودكتورة هدى لطفي، دكتورة هدى طموم، دكتورة أمنية، ودكتورة رشا طبعا، جندي المجهول، دكتورة سحر رئيس وحدة الأعصاب. شكرا جزيلا لحضراتكم. دكتورة نيفين، مش عايزة أنسى حد. بس النهارده ان شاء الله عايزه اقول بس ان اهميه ال ودكتوره رانيا طبعا. شكرا جزيلا يا دكتور. عايزه اقول بس ان اهميه الهيستوري زي ما دكتوره رانيا قالت، ان احنا الهيستوري مش مضيعه للوقت خالص، بالعكس الجزء الكبير منه هو اللي بيوصلنا يمكن لفروقات كبيره ما بين العيانين. ويلي الهيستوري طبعا البيدياتريك نيورولوجي اكزامينيشن. ده امريكان ساينتست اسمه ويليام جي مايو، وده من المؤسسين لمايو كلينيك. بيقول ان given one well-trained physician of the highest type he will do better work for 1,000 people than 10 specialists. فالحقيقه انه ان احنا المسجز اللي تتقال تبقى تخرج well-trained physicians هما اللي هيفيدوا اكتر بكتير. انا مهما كان انا كفرد هشوف كام عيان، لكن كل واحد منكم لو اخذ التيبس والانفورميشن ونشرها يبقى انا كاني افدت الاف العيانين يعني. طيب اول حاجه بس في الاكزامينيشن، يعني زي ما دكتور اسامه قال ان اول حاجه احنا هنسمع العيان كويس خلاص. في الاكزامينيشن هنستخدم عينينا كويس قوي، يعني لازم نبص قبل لما نعمل اكزامينيشن، نبص مش بس على العيان، نبص حتى حوالين العيان او للعيان اي حاجه بيستخدمها، دي المفروض to be taken in consideration. العيان دوت جاي لي على ويل تشير، العيان ماشي على عكاز، العيان مركب سماعه، العيان لابس نظاره، العيان على اكسجين، العيان مركب كانيولا، وات ايفر اي حاجه ريليتد للعيان لازم اخد بالي منها ومن الامبليكيشن بتاعها. تمام؟ في حاجات كتيره قوي ممكن نلقطها بس من البصه، مش لازم بقى يعني كلنا بنبقى شويه رايحين ناحيه ان احنا عايزين نطلع التون عامل ازاي والريفلكسز عامله ازاي والعيان دوت عنده ايه نيورولوجيكالي، لكن ممكن يكون الكلو اصلا في بصه بس من غير ما اعمل اي حاجه للعيان. زي العيان دوت عنده سكوينت، اسباب كتير جدا ممكن تبقى تؤدي الى سكوينت في الاطفال. العيان ده عنده ايه؟ مايكروكيفالي. العيان ده عنده ايه؟ كاتركت. شايفين؟ عنده ريد ريفلكس في اي. مش باينه؟ تمام. عنده لوكو كوري. ماشي. العيان ده عنده ايه؟ فير كولر. خلاص، واحنا عندنا الفير كولر في ناس شبهنا او في يعني اهل مش لونهم فاتح كده، دي حاجه غريبه ممكن تكون كلو مثلا ان العيان دوت عنده حاجه من الامبورن ايرور زي البي كيو مثلا. تمام. العيان دوت عنده اباثاتيك لوك وعنده امبليكال هيرنيا، وبعد كده يعني اتضح ان هو هايبوثايرويد او كريتينيزم. تمام. السكين طبعا اكبر اورجن في الجسم هو السكين، ومهم قوي انه لو في اي فايندنج نربطها، علشان طبعا احنا عارفين النيوروكوتينيوس سيندرومز او الاكتوديرمال اوريجن لما امبريولوجيكالي اللي بيطلع منه السكين والبرين، فالسكين عموما التعليق عليه حاجه مهمه. العين ده عنده ايه طبعا؟ غالبا عنده ستيرج ويبر. ده عنده كافي اولي باتش. ده عنده ايه؟ ماشي. عنده سكين تشينجز ماشيه مع، ممكن تكون ماشيه مع تيوبروس سكليروس. ده عيان مركب شنطه. خلي بالكم احنا كل دوت احنا ما بصناش على العيان، انا لسه ما لمستوش، انا ببص بس، يعني احنا ما فحصناش العيان. العيان دوت ممكن وهو قاعد قدامي بياخد من الام الهيستوري انا عماله اشوف الحاجات دي، وبتحط بروفيشنال دايجنوز زي ما دكتور اسامه قال. تمام. الحاجه الثانيه الحقيقه اللي مهمه جدا 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 في الاكزامينيشن خلاص هي السيجر سيميولوجي.
عندنا مشكلة كبيرة إنه دايماً مع الانفورمينج ريزيدنت أو الريزيدنت الانكول يعني اللي موجود في الإي آر إنه لما بيتصل وما يدينيش سيميولوجي سليم للسيجر فأنا ممكن أدي ديسيجن مش سليمة. أوكي، فمهم قوي إن مش كل السيجرز جي تي سيز، مش كل السيجرز جنرالايزد تونيك كلونيك سيجرز، لازم تو ديفرنشيت ما بين السيميولوجي عشان في اوريجين مختلفه لكل سيجر وتريتمنت ممكن تبقى كونترا انديكيتد او انديكيتد لكل سيجر تايب. اوكي ايه رايكم؟ هو ده اجابته، مش هندي عليها شوكولاته. ده العيان اللي عنده جي تي سي اللي كل الناس بتبلغ بكل السيجرز انها it's like this، بس مش كل السيجر like this. اهو ده كتير جدا بنتبلغ بيه. ده اولا ممكن يبقى مسد طبعا، يعني ده من التايبس اللي ممكن تبقى مسد من الابليبسي، بس ده كتير بنتبلغ بيه ان هو جنرالايز تونيك، انه العيان ايديه ورجليه بيشدوا خلاص. لكن الحقيقه دوت النوع اللي احنا بنسميه انفانتايل سبازمز، وده الحقيقه على الرغم من ان هو يبدو ان هو بسيط ما فيهوش بوست اكتل، ممكن الام اصلا تفتكر ان هو اتخض او ناس تميس دايجنوز يعني على ان هو عنده ريفلكس او حاجه، بس هو الحقيقه من الانواع الريزيستنت والهارد تو تريت. اوكي، فلازم نفرق ان ده مش معنى ان العيان شد او ان هو بيجي له جيركس ورا بعضها ان انا اقول ان دي مثلا جنرالايز تونيك. خلاص، في فرق ما بين الجنرالايز تونيك كلونيك اللي هي سريعه ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، دي مش جيركي، وبين الجيركس اللي بتيجي بالظبط العيان بيحصل له سبازم وبعدين يرجع وسبازم وبعدين يرجع وممكن يعيط زي ما انتم شفتوا في الفيديو كده، يعني سام تايمز بيبقى معاها كراينج في اخرها. برضو من التايبس اللي ممكن تيجي كتير في الاوت بيشنتس يمكن لو حد فيكم حضر الاي جي، احنا دايما لما بنعمل اي جي بنعمل بروفوكيشن بحاجه اسمها هايبر فنتيليشن، ودي علشان بتنديوس سم تايبس اوف سيجرز زي الابسنس سيجرز. تمام، وهو يعني الفيديو ده الحقيقه هو الطفل عامله علشان تريز الاويرنس، علشان هو قعد كتير لغايه لما تشخص ابسنس ابيليبسي وكان عمال مستواه في المدرسه يبقى مش كويس. حتى في الفيديو لو سمعته يعني هو حد بيقول له خلاص انت عملتها وانت يعني يو ديد ذا جوب يعني. فده برضو لما حد يجي يوصفه لنا لازم تقول كده، مش لازم طبعا الام مش لازم تلاحظ ان هو عمل هايبر فنتيليشن، لكن لازم نقول ان هو العيان شايفين تايلر فور سكندز جاست ان هو عيني بتقف. هاي و يو كان ستوب ناو، ما حصلش معاها اي حاجه ثانيه، ولو بيعمل حاجه بيرجع يكملها، بس كل البوزز دي هو ما بيبقاش بيكمل حاجه. حتى كان دايما ساعات تيجي الامهات تشتكي ان الطفل دوت اللي هو بيبقى في الفصل لما بيبقى عنده حصه ديكتيشن او املا بيقع منه كلمات هو مش سامعها، هو مش عشان هو بليد او مش عارف يكتبها، هو بس مش عارف ان هو يعني ما بيسم... لما بيقف كده ما بيبقاش عامل اي حاجه وبعدين بيرجع يكمل فيكمل الكلمه اللي بعديها and so on. وهي ممكن تيجي very frequent فممكن فعلا تاثر على school performance. ان احنا لازم نكسكلود اذا كان عندنا اي مشكله فوكال برين ليجن او لا. اوكي،
طيب برضو من الحاجات المهمة to observe هو الجيت بتاعة العيان. أنا دايماً بقول كده إن جيت is the gate، يعني أول حاجة ببدأ بيها في عيانين الexamination هو إن أنا أقول للعيان امشي، لأنه برضو ممكن clues كتير to be missed من العيانين اللي ليهم يعني presentation متشابهة. يعني ممكن يكون شكوة العيان مثلاً إنه هو مش عنده disturbance في الجيت بتاعته، أو إنه هو متأخر في المشي، أو إنه هو لما بيمشي بيقع كتير. بيمشي بيقع كتير عشان هو عنده myopathy، ممكن يكون بيمشي بيقع كتير عشان هو neuropathy، ممكن يكون بيمشي بيقع كتير عشان spastic. فشكل الجيت نفسه بيفرق معانا. Patients with a circumduction gait are unable to achieve adequate clearance for the foot to move through the swing phase on the affected side. أو أصغر من كده طبعاً، يعني إن هو مثلاً مشيته مش مظبوطة أو بيوع كتير أو استعمال إيده، إن هو بيستعمل إيده أكتر من إيد، زي ما دكتور أسامة قال، بالذات لو هو فيه هاند ريفرنس قبل سن سنة أو سنة ونص. المشية دي مثلاً خلاص دي مشية جداً هي سيركمدكشن جيت. وممكن يكون لو الليجن ما هياش كبيرة والعيان بيعمل فيزيوثيرابي كويس، ممكن ما تبقاش بهذه الوضوح، أو ممكن يكون العيان أصلاً الشك وبتاعته ان هو عنده شويه ديفلوبمنتال ديلي والمشيه مش واضحه قوي، ولازم نمشيه ونجريه ونشوف اذا كان فعلا عنده السيركمدكشن جيت ولا لا. لان هي فيها سودو هايبرتروفي، وده يدلني على طول على ان انا عندي مايوباثي. برضو باكد تاني، انا لسه ما عملتش نيورولوجيكال اكزامينيشن، انا بصيت على العيان وقلت له امشي. شايفين كميه الداتا اللي احنا طلعناها؟ دي عيانه مش عارفه تجيب البالانس بتاعها خالص. اوكي جيت باك اب اند فينيش كم اون. You can do it. Hurry up before I run out of video. Go slow and keep your balance. Come on. كل العيانين دول هييجوا يقولوا ان عندهم مشكله في المشي بتاعهم. الام مش هتقول لي انا فين، لكن الاكزامينيشن بتاعي هو اللي يقول لي انا فين. شفتوا انا خلصت قبل دكتور اسامه، مما يدل على ان الهيستوري واضح ان هو اهم من الاكزامينيشن. طيب تو بي انتراكتيف بقى، احنا هنتعاون مع دكتور اسامه. خلاص نبتدي كده كيس سيناريوز، ماشي؟ و اي هوب تو بي انتراكتيف ونوزع الشوكولاته. خلاص طيب خلينا نبدا اول سيناريو معانا بيزد على اللي احنا عرفناه النهارده. لو احنا عندنا طفل عنده سنه، مامته جايه مخضوضة جدا وبتقول ان هي جايبة الولد دوت علشان دي تاني مرة الولد يحصل له فيها تشنجات. الام داخلة بتقول كده your next step. لا انا مش هرجع بعلبة الشوكولاتة ولا هاكلها. لا حضرتك تاخدي شوكولاتة من غير ما حضرتك تجاوبي. ها اتفضلي يا دكتورة علا. طيب دكتورة علا حضرتك بتقولي نشوف الفيفر، نسأل إذا كانت السيجر دي فبرايل ولا لأ، ونعمل سي بي سي ونعمل ام ار اي. طيب اوكي أنا همشي مع حضرتك خطوة بخطوة كده، اوكي، علشان بس السيناريو يبقى انتراكتيف بجد يعني. طيب هو ما كانش سخن، اوكي، والسي بي سي طلعت نورمال بارامتر. أعلى على حاجة بس، هي الدكتورة دخلت على الانفستيجيشن على طول. استنى بس، ما احنا يعني هنقول يعني ان ده غلط. استنى بس استنى. طيب ومعرفناش نعمل ام ار اي لان احنا في الطوارئ الليستة كلها كانت مليانة، فالنايب كلمنا قال لا انا مش هعرف اعمل ام ار اي دلوقتي. ده سيناريو من ارض الواقع. يلا ممكن حضرتك تقولي ممكن حد تاني يقول. ايوه حلو جدا، ناخد ديتيلد هيستوري. خلاص يبقى دي اول حاجه عاوزين نقول، مش دايما بتبقى الانفستيجيشن افيلبل، وحتى لو افيلبل طب طلع الام ار اي نورمال. حضرتك فاهماني؟ طلع نورمال
تمام. طيب فاحنا اخذنا الهيستوري الام. طب حضرتك قولي لي بقى هنسال عن ايه، يعني عايزه تسالي على ايه في الهيستوري؟ تمام، يعني هنسال على البرينيتال، هو نورمال تشايلد، ما فيهوش اي مشكله خالص ديفلوبمنتال. وحضرتك بتسالي واحنا بنجاوب دلوقتي. البرينيتال كويس. حضرتك فكري في العيان كان احنا الام وحضرتك بتسالي. طب هيفرق مع حضرتك في البرينيتال، يعني حضرتك لو يعني بتسال على البرينيتال ليه؟ لو في انوكسيك انسلت يعني. تمام. طيب. احنا بنقول طلع نورمال. ماشي. حد بقى يساعد دكتورة علا؟ مش دكتورة علا مش هتحل الكيس كلها. تمام، يبقى هنسأل على perinatal history وعلى family history، وإذا كان في أي epilepsy ما عندناش. حد تاني يقول حاجة تاني؟ في حاجات في history مهمة. اتفضلي يا دكتورة نبي. السيميولوجي بتاعت السيجر شوكولاتة. والله دكتورة نبي وهندي لدكتورة رانيا علشان أهم حاجة نبتدي بيها ان احنا نعرف اصلا السيميولوجي. هي السيجر دي هي السيجر دي اصلا سيجر ولا مش سيجر، ولو هي سيجر لا دكتوره رانيا ودكتور سمير تشير بيرسونز بتوع اتفضلي يا فندم اتفضل عشان اهم حاجه نعرف هي سيجر ولا مش سيجر، ولو هي سيجر شكلها عامل ازاي، علشان اللي احنا قلناه ان في فرق في الاوريجن بتاع السيجر وفي التريتمنت بتاع السيجر. تمام. طيب نعرف منين؟ حد تاني بقى سؤال تاني، اسئله تانيه او نجاوب الاول، نجاوب على سؤال دكتور نيفين. طيب هي السيميولوجي بتاعت السيجر دي كانت ان الولد دوت مامته بتقول ان هو خشب وبقه ازرق، ولما سألناها هو ريل ولا لا قالت ان هي ما كانتش فاكرة، والقصة دي قعدت حوالي ثواني ما طولتش عن كده. وبعدها دروا خمس دقايق وين انتوا هتسيبوا دكتورة نبين تاخد الشوكولاتة كلها كده؟ طيب تفضل. هو ممكن مايك، ممكن ندي مايك للاتنديز يعني حد يبقى بس تابع المايك. تفضل. انا مش سامعه بس بريف فيري بريف. اذا كان في بوست اكتل برضو سؤال كويس جدا. تمام، هو العيان بعد لما تشنج السكندز دي ثواني يعني ما فيش، هي بتقول راح معيط ورجع لطبيعته ما فيش اي حاجه. اتفضل. تمام، الفيفر والاسوشيتد إلنس مفيش حاجه. اتفضل. تروما اور كراينج بالنسبه للبيشنت قبل ال ممتاز. شوكولاته شوكولاته يا دكتور. معلش يا اسامه. تمام، يبقى لازم نسال خلاص زي ما دكتور نيفين قالت البريسيبيتيتنج فاكتورز. لازم اسال العيان دوت كان عنده تروما او كان بيعيط قبلها ولا لا. خلاص، الام قالت ان هي فعلا ما كانتش مركزه، بس لما سالناها قالت الولد فعلا في المرتين كان بيعيط وبعديها بيزرق وبعديها جسمه بيشد breath holding attacks. تمام، عيان مش لازم اعمل له MRI by all means. اوكي، احنا كده بنتكلم على ايه؟ على السيميولوجي. هنقوم بقى وهنفحص العيان وهنعمل كل اللي احنا اتفقنا عليه ده، انما المين هو ان انا لازم اتاكد من السيميولوجي بتاعه العيان قبل لما نقول ان العيان بقى عنده التون بتاعه عامل ازاي والريفلكس عامله ازاي والكلام. اوكي، عايز بس اعلق على حاجه، محدش قال ديفلوبمنتال هيستوري في العيان ده. دي احنا قلنا يعني ماشي. طيب الحاجه الثانيه، لو الام عماله توصف ومش قادره توصف كويس، تايه منها، مش كتير قوي الام تتوهنا، تعملوا ايه؟ نطلب فيديو. طيب تمام، دكتوره مها طلبت فيديو. هي دكتوره مها طلبت فيديو. اتفضلي. مظبوط، هي فعلا قالت ان دي تاني مره تتكرر وهو دوت اللي خلاها تيجي. Hey buddy.
It's okay, buddy, breathe. It's okay, buddy, breathe. It's okay. Come on, it's okay. It's okay. It's okay. واهم حاجه قلنا للام ان الطفل دوت مفتوحين ان هم ساعات كتير بيتخضوا فاهم حاجه انه بالعكس الناس كتير على الارض بتتكلم زود الفاتس لايف بس الولد فاتح بقه مش كده غيره اوكي لو لاحظتوا هتلاقي الولد ايه اللي هو بقه عمال مش عارف ياخد هوا كانه عايز يسحب هوا نعم It's okay, buddy. It's okay, buddy. ممكن افكر في سينوتك سبيل ولا مش ممكن افكر في سينوتك سبيل هي بقى لو مع التروما عاده بتبقى سينوتك سبيل من البريس هولدنج اتاك يبقى هي الاتاك يبقى دي عشان كده انتوا جبتوا الصوره عشان نفرق هل السينوتك سبيلز ممكن تقلد البريس هولدنج اتاكس ولا لا انا مش قادر ارد عليك ما لسه هتكلم في دي ساعه هو في نوع اللي هو باليد اتاك اللي هي بتيجي بالور مش تيجي بسينوزس اللي بتيجي اكتر مع التروما يعني عاده بتيجي مع ال مش عارف ياخد نفس معلش هو في حد كان عايز يسال هنا طبعا اتفضل وبعدين بالمناسبه بما ان انا مسكت الميكروفون في تو كومنت اتفضلي بيبقى عندهم بوست اكتل فمش شرط ما يبقاش عندهم لانه بعد الاتاك بيتعب وينام صح مظبوط بيهمد من ال انا بس كنت عاوز اقول ان هو اول لما عيط رجع يعني بسهلها يعني وزي ما الاستاذه الدكتوره هدى قالت احنا بنعمل سكريننج للاي سي جي عشان مزبوط. ما يكونش عنده اريثميا وده في كل عيني براث وودي دكتور الكلام اسال على الايدج الحاجه الثانيه على الايدج هتسال يعني ما احنا قلنا كام شهر سنه قلنا هو عنده سنه الدكتوره قالت حاجه ظريفه في الاول هنعمل سي بي سي السي بي سي اللي عملتها في الاول هتفرق في العيان ده احنا في الاول ما كناش مقتنعين بيها دلوقتي تفرق ولا لا لو عنده اير ديفيشنس بتريسي بتيت الاتاك بيزود فريكوانسي فمهم جدا العيانين دول نعمل سي بي سي ونعمل ايرن بروفايل لو في ايرن ديفيشنسي نصلح الايرن بروفايل هتلاقي الفريكوانسي بتقل والسيفيرتي بتقل وطبعا الكاردك طبعا ريفير للكارديولوجي طب ايه العلاج ري اشورنس اهم حاجه نطمن الاهل اهل اكتر حاجه بقى القرين خايفين يا سيدي فريق الشورس ولو ماشي على انتي بليتك اسحبه كتير قوي بيبقوا ماشيين عشان ما يعطوش كتير تمام في بيبرز بقى بتقول ان هو لو هو ده سو فريكوينت وبيحصل بعد كده يعني فرانك سيجرز ممكن نعمل اي جي ولا ما نعملش السؤال الكومن هو ما بيتعملش نوت روتين للاصل في الموضوع انه ما بيتعملش لكن لو هو سو ريكرنت وبيحصل دايما بعديه سيجرز وشدوا اي جي فور ديفرنشيشن بتوين بوست انوكسيك سيجرز اند ابيليبتيك انوكسيك سيجرز وفي الحاله دي هي الحل الوحيده اللي فيه بعض الاوثرز بيقول انك انت ممكن تدي انتي ابيليبتيك دراج بس دي مش القاعده يعني احنا بنقول ده يعني القاعده ان هو نو اي جي نو انتي ابيليبتيك دراج بالظبط
لا صحيح اوكي تمام. احنا كده وصلنا لحد ان احنا يعني هنخلي بالنا جدا من العيان، هنبص عليه، هنأساس الجيت، ولو حصل سيجر قدامنا لازم نعرف احنا السيجر دي نوصفها ازاي، ولازم نخلي بالنا من الكونديشنز ميميكينج سيجر. مش كل مش الام جايه تقول ان العيان بيتشنج فخلاص. يعني مثلا لو احنا افترضنا ان العيان دوت كان سيجر، كان لو احنا كنا كملنا على ان هو سيجر انا كنت هقول لكم طب عاوزين تبداوا له تريتمنت ولا لا. خلوا بالكم ان احنا ممكن نبتدي تريتمنت والاي اي جي نورمال تريتمنت والام ار اي نورمال تريتمنت والالكترولايتس نورمال. ما هو كل ديباثيك ابيليبسيز كل حاجه فيهم بتبقى نورمال. فمهم جدا الحاجه الوحيده اللي هنفرق بيها هي السيميولوجي. تمام. طيب هنبدا بقى دلوقتي نيجي نفحص العيان فعلا. قبل لما نقول نيورولوجيكال اكزامينشن اجين ان اجين ان اجين نمشي بنفس السيستم خلاص. زي ما احنا حطينا سيستم للهيستوري نفس الكلام الاكزامينشن زي اي سيستم، بنبدا الجنرال اكزامينشن ونكزامن الاذر سيستمز، مش بس قصه العيان اللي عنده حاجه نيورولوجي ففحصه نيورو بس. طيب تو بي فوكس، بس احنا هنبتدي النيورولوجيكال اكزام. انا مش بحط سيستم عشان انتوا تمشوا عليه، بالعكس هاف يور اون سيستم، بس المهم ان احنا نبقى عارفين ان احنا لازم نفحص اللور ليمب والابر ليمب والكرينيال نيرفز. حتى لو العيان شكوته بس في رجليه، حتى لو العيان شكوته بس في رجليه لازم افحص للعيان الابر ليمبز، ولازم افحص الكرينيال نيرفز، لان في حاجات ممكن تبقى سطل، ممكن تبقى الام مش واخده بالها. الفول اكزامينشن از ا ماست. طيب في الابر واللور ليمب قسموا برضو، في الفري ان انتوا تقسموا الحاجات بالترتيب اللي انتوا عاوزينه، بس ما تنساش ان احنا عندنا ثلاثة سيستم تحت النيورولوجيكال اكزامينشن: الموتور اكزامينشن والسنسوري اكزامينشن والتست فور كوردينيشن. الموتور طبعا اول حاجه بنشوفها المسل ستيت، ودي المفروض ان احنا بنشوفها زي ما قلنا ان احنا نبص على العين كويس، ونكزامن التون والريفلكسز والباور. زي ما دكتور اسامه قال احنا عاوزين نحط يعني زي بروفيجنال دايجنوستس للعيان من الهيستوري ومن الاكزامينشن بتاعه. فانا لما باجي اعمل الحاجات دي بيبقى في دماغي سكيما معينه، انا مش بعملها علشان اقول ان انا عملتها وخلاص، يعني from scratch. لو انا لقيت ان العيان دوت عنده، هنفترض ان كل العيانين دول جاي عندهم مشكله في المشيه، لو لقيت ان العيان دوت هايبوتونيك وهايبوريفلكسك افكر في ايه؟ انيشيلي كده في حاجه لور موتور نيورون ليجن. طيب لو لقيته هايبرتونيك وهايب او سباستيك وهايبوريفلكسك افكر في ايه؟ فحاجة upper، ممكن تكون upper brain، ممكن تكون upper spinal cord. لو لقيته hypotonic و hyper reflexic أفكر فيه، يعني ممكن ألاقي إن التون قليل بس reflexes elicited. upper ولا lower؟ upper ولا lower؟ طيب هنفكر ان هو يكون حاجه ابر في الاول زي عيانين الاتونيك سي بي، بس برضو خلي بالنا ان لو الريفلكسز اليسيتد والعيان هايبوتونيك فده مش اجينست المايوباثي 100%. يعني الاي ريفلكسيا دي بتبقى مع النيوروباثي اكتر، لكن سام تايمز بنليسيت الريفلكسز في حاله ايه؟ المايوباثي. تمام. طبعا الباور مش دايما الاطفال بيبقوا كوبرتيف، بس اتليست ابقى عارف العيان دوت بيتحرك انتي جرافيتي ولا اجينست يعني وذ الجرافيتي ولا اجينست جرافيتي وذ ريزيستنس ولا لا، لانه ممكن يكون الطفل مش كوبرتيف معايا، بالذات لو سنه صغير ان انا اقول له يعني المفروض ان انا بقول للعيان انا هعمل الحاجه وانت زقني، فلو الطفل مش كوبرتيف قوي ممكن نوت تو اساس. اتفقنا؟ طيب النقطة المهمة جدا 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 ان احنا الحاجة اللي في جسمنا اللي بتتحكم في نص الجسم هي البرين، يمين وشمال، فكمبير دايما اليمين بالشمال، دي حاجة مهمة جدا. اوكي. في طبعا فيديوز كتير، يعني احنا بس عشان الوقت وعشان لسه في سيناريوهات تانية وشوكولاتة تانية، ممكن يعني كلنا بس نراجع المانوفرز اللي احنا بنعمل بيها او البروسيجر اللي بنعمل بيها الريفلكسز، علشان ساعات كتير يعني حد يقول انا مش عارف توليسيت الريفلكس علشان هو مش ماسك الليمب كويس او مش حاطط البوزيشن المظبوط بتاع الاكزامينيشن. الكوردينيشن خلاص مهم ان احنا نفحصه في اللور وفي الابر ليم. خلاص في اللور طبعا بنعمل الحاجه اللي اسمها هيل تو تشين، ان انا بخلي العيان يمشي بكعبه على التشين بتاع التيبيا، زي ما انتم شايفين لو العيان عنده اتاكسيا ما بيعرفش ان هو ينزل ان ستريت لاين، زي ما احنا هنشوف زي ما شفنا في الاتاكس الجيت يعني. خلاص في الابر ليم عندنا تيستس كتير زي
الفينجر تو نوز او الفينجر تو فينجر، او ان انا اقول للعيان يغطي الالم. شايفين عندهم ديسمتريا، ياخدوا وقت علشان يعرفوا يكوردينيت الموفمنت ويغطوا حاجه او يمسكوا حاجه بايديهم. تمام. ميزه بس الفينجر يعني الفينجر تو نوز ان احنا هنا بنخليها اسرع. ساعات اطفال لو هم واخدين على ان هم عندهم lack of coordination بيبطئوا الحركه بحيث ما تبانش قوي الديسمتريا. هنا بنبقى احنا متحكمين في السبيد بتاعه الموفمنت. انا بقول لها انا هحرك هنا وانت حطي ايديكي على القلم بالسبيد اللي انا بحركها بيه. فدي يعني مانوفر علشان نخلي الساينز اوضح. يعني السنسيشن اهم حاجه فيه حاجتين، حد يقول لي حاجه منهم؟ يعني ايه لو انا عايز اعمل سنسيشن، عايز اعمل اكزامينيشن للسنسري اللي هو طبعا ساعات كتير بيبقى مش سهل قوي في الاطفال. يعني زي ما اتفقنا برضو ان زي ما الباور كانت بي اساس في كل الاطفال، السنسيشن كمان من الحاجات اللي بتبقى صعبه شويه. بس لو انا عندي طفل كوبرتيف وعايز اعمل له سنسيشن اكزامينيشن، ايه اول كلمه اقولها له؟ شوكولاته فين يا اسامه؟ ها قبل الكومباريزون. مش سامع؟ ممكن الاولفاكشن؟ لا لا، انا عايزه اعمل اكزامينيشن للسنسري سيستم دلوقتي. حد قال كلوز الاي؟ ممتاز. لازم العيان يبقى مغمض عينه، خلاص لازم، دي رول اوف ثامب، لازم العيان يبقى مغمض عينه. لان انا لو قلت له انت حاسس وهو شايف ان انا بحط القطنه او التانك ديبريسر او وات ايفر اللي هعمل بيه اكزامينيشن، هيقول لي اه حاسس. حتى ما بنحبش نقول للعيان انت يعني حاسس فيقول لي اه او لا، لانه عموما اللي عنده سنسري لاس بيبقى عنده زي دينايل شويه، فهو حاسس اه حاسس. فانت تقول له ايه؟ لما تحس قول حاسس، او قول واحد، او وات ايفر اللي احنا هنتفق مع ايه الطفل عليه. اوكي، يبقى لازم اكون العيان مغمض عينه. تمام. وطبعا المفروض ان احنا نعرف بقى الديرماتومال ديستريبيوشن علشان نحدد بالظبط السنسري لاس دوت موجود فين، وعلشان احنا هنطلب مثلا ايمجينج، يعني زي ان احنا عايزين نفرق اذا كان العيان دوت عنده مثلا الليجن اللي موجود في السباينال كورد واللي فيه سنسري ليفل. فانا هحدد للعيان دوت الايمجينج اكوردنج للليفل اللي انا محدده. يعني لو العيان مثلا حاسس من عنده لاس او سنسري لاس يعني او سنسري ليفل عند الليفل بتاع الامبليكس اللي هي تي 10، يبقى انا عارف ان الليجن دي موجوده هنا، فهطلب للعيان دوت مثلا ثوراكو لامبر، غير لما عيان يبقى عنده افكشن في الابر ليمب فهطلب للعيان دوت ام ار اي على السيرفايكال سباين. ما تنسوش طبعا الكرينيال نيرف اكزامينيشن، لانه زي ما احنا كنا بنقول كده انه الهايبرتونيا والهايبر ريفلكسيا ماشيه مع حاجه ابر، برضه لو انا عندي كرينيال نيرف اكزامينيشن بفكر ان انا يكون عندي حاجه ابر موتور او عندي حاجه افكتنج النيرفز بتاعه الكرينيال نيرف زي يعني سام سب تايبس من الجوامبري. طيب احنا كده خلصنا، فاضل لنا كيس سيناريو واحد وهنستأذن. اوكي يلا يا دكتور اسامه. طيب الكيس الثانية اللي معانا هو ولد، ودي الحقيقة بيزد على ساد ترو ستوري. اوكي، الكيس دي بيزد على ساد ترو ستوري. هو ولد عنده 3 سنين. الولد دوت جه كان عنده secondary inability to walk. مامته جايباه العيادة بتقول ان الولد ما بيمشيش بقاله 3 اسابيع. your next step. انت مش جايب الشوكولاته؟ ايه يعني؟ اتفضلي يا دكتور. مدام اسامه وقف يبقى لازم هيستوري. امال اسامه وقف ليه؟ خلاص انتوا هتفتكروا بعد كده الهيستوري والاكزامينيشن. لازم هيستوري. اتفضلي يا دكتور. هيستوري اوف بريسيدنج انفكشن. تمام. بتفكري في ايه؟ ممكن جوامبري. افكر في جوامبري. تمام، فهفكر اذا كان في انفكشن. طيب هي حرك الموضوع دوت كان من 3 اسابيع، وقبليها الام قالت ان الولد فعلا كان عنده تشست انفكشن وعنده لجريد فيفر. يا جينا ها يا
إذا كان أستاندنج مارش ولا لأ، إذا كان العيان دوت فعلاً كان عنده مشكلة في رجليه وبعدين بدأت تاخد إيديه ولا لأ. طيب الأم قالت إن هي حاسة إن رجليه أفكتد أكتر، وحاسة إن إيديه يعني يا إما مايلد أفكشن يا إما نورمال. في سنسوري لوس ولا لأ؟ هو 3 سنين بتقول إنها لما بتحميه بيحس، يعني هي حاسة إن هو حاسس إن هو بعكس بيعيط كتير كمان. طب معلش يا دكتور، بتسأل على السنسور لوس ليه؟ بتفكري في ايه؟ قولي يا نور. نعم. فلو ما فيش سنسور لوس يبقى جوان بريء. طب لو في سنسور لوس تفكري في ايه؟ ترانسفيرس ماي لايت. طبعا بس يعني هضيف بس ان هي مش ابسوليوت طبعا، ان ما يبقاش عندنا سنسوري لوس، لكن لو انا عندي سنسوري ليفل هفكر اكتر في ان انا عندي ترانسفيرس ماي لايت. ماشي. فانا لحد دلوقتي بفرق ما بين عيان عنده جويان بري ولا عيان عنده ترانسفيرس ماي لايت. نسال على ايه تاني؟ سفنكتر كنترول. تمام. هو 3 سنين وهي يعني هي كود كنترول الستول، هو في اليورين اون اند اوف، ومش مش ملاحظه ان في مشكله زي ما احنا برضه بتسأل ليه هتفرق معاك في ايه؟ ترانسفيرس مايلايت. تفكر في ترانسفيرس مايلايت. تمام. في حد تاني عايز يسأل على اي حاجه في الهيستوري؟ اتفضلي. يلا. فيها شوكولاته طبعا. السوفت تروما. ممتاز. تمام. ده لازم والله العظيم لازم شوكولاته. فين الشوكولاته؟ جنبك. تمام. طبعا مهم جدا الهيستوري بتاع التروما، لانه ممكن يعني هو اهم او اشهر سبب لطفل ما بيمشيش خلاص، هو انه اتعور، عنده فراكتشر وميزد، او عنده مثلا مش لازم حتى يكون مكسور، يعني ممكن يكون عنده اي حاجه في الليجامنتس او حاجه، او سباينال كورد تروما وعامله ترانسفيرس يعني. اوكي. الفاكسينيشن لسه دكتور اسامة عمال يقول وقلنا هندي شوكولاته وكده. اتفضلي يا دكتور. لا انت عارفاها بقى. لا انت بتشتغلي ايه؟ انت كده حرقتيها يا دكتوره واحنا لسه قدامنا تلت ساعه. طيب. لا كان ما سمعناش. ما قالتش حاجه. طيب. طيب انتوا كده احنا في الهيستوري ما فيش حاجه صح؟ لا لسه. صح. ماشي. صح. ممتاز. صح. مظبوط. صح. شوكولاته بقى للدكتوره. صح. طيب. طبعا كل البوينتس فاليد جدا بما ان الدكتوره حرقتها يعني، فاحنا هنقول بقى لسه ما حرقتهاش اكمل. طيب خلاص ماشي. طيب. صح. وعلى طول انفستيجيشنز، على طول انفستيجيشنز يا دكتوره. صح. مظبوط. طيب يبقى هي شيراز طبعا. شيراز اللي ما احنا ما اديناهاش شوكولاته يا دكتوره. صح. احنا قلنا لها انت حرقتي الكيس بس. صح. مروه هو انت فين دلوقتي؟ في المناعه. ماشي.
يبقى السؤال يا دكتور أسامة هتسأل على ويت لوس؟ تمام. لو لقينا ويت لوس ليت ويت لوس بقالنا شهرين البيبي نزل كمية كبيرة من وزنه وبالليل في نايت سويتس وعندي حد من العيلة كح دم هتفكري في ايه؟ تبي فهمتي انا هوصل ازاي للباثولوجي مش بال بال بالتخمين تخمنتي ما ينفعش تخمين حبيبتي ما هي دي المشكلة ما هي المشكلة ان احنا بيزد على عيان ما ينفعش نشخص الناس كلها تخمين مرة هتجيبيها صح وعشرة غلط صح صح تمام لكن السيستم يجيب تسعة صح وتميس واحدة لو انت ما شفتيهاش وفي حالة زي كده دكتورة ويشود اكسكلود وبنشوفها كومن اللي كتير جدا جدا في الأطفال في السن ده وبيبقى برضو بوست انفكشوس البوست انفكشوس ارثريتس والرياكتف ارثريتس مظبوط برغم ان هو بيبقى يون لاترال لكن العين بيجي بانابيليتي تو ووك وما بيقدرش يمشي بايد برجلين الاثنين مظبوط هي الحقيقة العيان ده كان جاي ما بيمشيش ده ردا على سؤال دكتورة سحر وردا على سؤال دكتورة نيفين هو كان بيعيط على طول فالأم ما كانتش قادرة تحدد إذا كانت painful ولا painless لكن هي بتلف بيه بقالها ثلاث أسابيع لأنه الولد ما بيمشيش صغير بالوزروع ريفلكس الكبير بندي له اوردر لو هو فهمني لو منتري تادر وزروع ريفلكس فبليز اكزامن البيبي وهو نايم لو بيرفسكوا اكيد مش ويك دي حته مهمه قوي البيبي خايف منك هيرفسكوا على طول صح. او هيزقك بيزق يبقى اكيد هو ده الكلو فعلا اللي كان بتاع اللي في اكزامينشن العيان هو العيان دوت كان بقاله 3 اسابيع راح فعلا لدكاتره كتير اول لما فكروا في الاول ان هو يكون جوان بريف عمل نيرف كوندكشن طلع نورمال ما كانش عندي اي داتا عن الاكزامينشن الحياه ساعتها بعديها راح لدكتور تاني قال لهم ان النيرف كوندكشن طلع نورمال فقالوا طب نعمل ام ار اي سباين ويتش از ثينكينج اللي احنا لو ما يعني اف وي ديدنت جيت ذا كلو هنمشي كده لو العيان فعلا كان عنده مشكله نيورو وعمل النيرف عمل الام ار اي هول سباين وطلع نورمال الحقيقه دي كانت اول غلط ان هم they didn't examine العيان well ولا خدوا منه هيستوري كويس او يمكن الهيستوري كان مسليدنج شويه مش قادره اظلمهم الغلطة التانية ان العيان دوت لما راح للدكتور الاولاني هو ما داروش علاج بس لما راح للدكتور التاني ابتدى له ستيرويد وقال له اصل ممكن يكون العيان عنده ليجن بس هي لسه مش باينة في الام ار اي فخلينا ناخد ستيرويد والعيان مشي فعلا والعيان مشي فعلا على ستيرويد على 1 ميلي جرام لمدة اسبوعين تمام فطبعا ان احنا ندي امبيريكال تريتمنت من غير ما يبقى عندنا اي كلو للدايجنوزس دي غلطه بشعه اوكي ودي غلط تمام اوكي طيب نيجي بعد كده لفحص العيان العيان لما جالنا هو فعلا ما كانش بيمشي يعني احنا حاولنا ان احنا طب قوم امشي حبيبي طب خد مفيش ما كانش بيمشي خالص وكان فعلا كل لما مامته تمسكه كانه بيبعد رجليه من الارض ولما اتحط على السرير وانا يعني ابتديت اقرب منه بس او امسك رجليه عيط جدا ورفصني برجله ودي كانت اول كلو العيان دوت مشكلته مش في الباور العيان مشكلته في حاجه تانية غير الباور والعيان كل لما بمسك رجليه بيعيط الماسكول سكيليتال اكزيمينيشن كان فيه فعلا ان الولد عنده سوولن انكل جوينت خلاص كان على ناحيه واحده وانا ما كنتش عارفه اعمل فول اكزامينشن الحقيقه للريفلكسز لان هو كان عمال كل لما اقرب منه كان بيزقني بس كنا متاكدين ان العيان بيتحرك اجينست جرافيتي وكنا متاكدين ان التون بتاع العيان دوت مش هايبوتونيك خالص العيان بيحرك رجليه في السرير وعمال يزقني اوكي برضو من الكلوز اللي مهمه قوي في الاكزامينشن لو احنا هنفرق ما بين عيان عنده جوامبري او عنده ترانسفيرس مايلايتس ودي دايما دكتوره سحر تقولها لنا البابينسكي يعني زي الباك ايك كده البابينسكي لان البابينسكي دي شور ساين بتاعه ابر موتور فلو انا عندي بابينسكي لازم افكر ألف مره او اصور العيان دوت ام ار اي سباين عشان اتاكد انا ليه عندي بابينسكي زي ما قلت لكم كل الانفستيجيشنز الحقيقه كانت نورمال بس هو كان عنده حاجتين
حاجتين كانوا مهمين قوي عملهم الدكاتره اللي قبل كده. هم عملوا له سي بي سي، والسي بي سي دي كان فيها الصفايح اول مره كانت تقريبا 141 which is يعني نمبر بوردر لاين شويه، اللي هو دايما نقول طب نعيد يمكن تكون اجريجيتس. وكان الاي اس ار بتاع العيان دوت 90، والاي اس ار تو بي ريسبكتد يا جماعه ماشي، الاي اس ار 90 تو بي ريسبكتد تمام. يعني كمالتا بس علشان هي يعني ان انترستنج كيس فعلا بيزد على الاي اس ار العالي وبيزد على السوالنج السوالن انكل والبين اللي عند الولد، حطينا بقى اتنين ديفرنشال دايجنوز مختلفين تماما. هو كده خرج برايا انا العيان دوت اكتر ناحيه ان احنا يكون عندنا حاجه يا اما مالجنسي يا اما كولاجين، فاكسكلود الاثنين دول وبعد كده نتكلم. وده اللي احنا فهمناه للاهل فعلا. اول لما العيان راح لوحده الهيماتولوجي هم زي ريبيتد السي بي سي، فلقوا ان كل البارامترز نورمال، العيان صفايحه عليت من 140 ل 220، هيموجلوبين ستيرويد ستيرويد للاسف. ما هي دي كانت الغلطه بقى اللي اخرت العيان دوت حوالي شهر من الدايجنوسس. فهي هو ريكفرد والاي اس ار بقى 30 برضه ستيرويد. وبعدين قالوا طيب بما ان العيان استجاب قوي للاستيرويد كده، فاحنا خلينا نحط الكولاجين في الاول بكونسلتد المناعه. المناعه شافوا العيان، وكان ساعتها يمكن زي ما مروه قالت كده كان لسه عندهم عيان متشخص ارثرايتس وماشي على ميثوتريكسيد بقاله فتره، وبعدين اتضح بقى يعني ظهر له بلاستات بعد كده. فالحقيقه ان مدرس المناعه ساعتها قالت لي لا العيان دوت يعمل بون مارو ونكلم بتوع الدم. وبما ان احنا الثلاثه كنا خايفين فاتفقنا ان احنا هنعمل بون مارو للعيان، والعيان دوت طلع عنده 90% بلاستس في البون مارو. فيعني مش قادره اقول اهميه الهيستوري واهميه الاكزامينشن واهميه الاكيوريت ريفيو بتاع الانفستيجيشنز، وان انا ما ينفعش ان انا اسيب حاجات زي بوردر لاين بليتلتس بالذات لما تبقى في الكونتكست كله. يعني هو العيان مش حلو ومش بيتحسن وكل انفستيجيشنز نيورو نورمال، خلاص ثينك اكسترا نيورو، مش لازم بس افكر ان انا العيان اللي ما بيمشيش ده عيان عنده مشكله نيورولوجيكال. احنا معانا سيناريو ثالث، معانا وقت نكمل حاجه صغيره. ماشي طيب. السيناريو بقى الثالث والاخير، هي عينه جات لدكتور اسامه عندها 9 شهور، الام جايباها عشان البنت عندها رايت فوكال سيجرز. ايه الاسئله المهمه؟ بنت 9 شهور بتتشنج على الناحيه اليمين فوكال، اللي هو بتقول لك بتتشنج على الناحيه اليمين، دي الكومبلين بتاعت الام. ايه الاسئله اللي اسالها مهمه؟ هيستوري ايه؟ اوزر كورس دي جيت ذا كلو. ماشي تمام. الاهم سيجر ايه؟ سيجر حابه تسالها على ايه فيها؟ نعم تمام. زي سأل عليه بالظبط. شك فيه؟ احنا بقى لسه دكتورة صحرا قايله لنا بلاش تو جامب للدايجنوسس، احنا لسه هي جايه عندها فوكال سيج. شارك انا اسالي لا انا بس هقول انا عايزه اقول بس كلمه واحده، انه ساعات احنا بنرهق نفسنا قوي واحنا بنفكر في ديفرنشال دايجنوسيس للعيان، ان انا عايزه اسال على كل حاجه تو اكسكلود كل سبب في دماغي. وكل لما بنكبر ونعرف اسباب اكتر كل ما الاسئله بتكتر. فالحل بقى ان احنا نسيب الام هي اللي تتكلم. يعني دايما ستارت يور هيستوري باوبن اندد كويستشن، ممكن حضرتك توصفي لي ايه اللي حصل وسيبيها هي اللي تقول. لانه انا لو قعدت اقول لها طب هي كان معاها كذا، طب انت حسيتي اثناء الحمل، وبعدين جه في دماغي زي ما حضرتك بتقولي مثلا الاستروك، فطب هسالها على حاجه ثالثه، وبعدين جه في دماغي لحسن يكون الولد وقع، طب هي وقعت. فسيبي حضرتك الام تقول، يعني خلي دايما الكويستشن اوبن. حضرتك ديسكرايب تو مي ذا ايفنت. البيري نيتال هيستوري ما كانش في حاجه ان ايفنتابل. تحب تسالوا عليه تاني؟ اكسجين امتى؟ الدليفري وقت الولاده كان كويس، مفيش حاجه. نعم
لا ما فيش. هي عن 9 شهور أول مرة تشارك في حياتها عن 9 شهور على ناحية اليمين. لا أول أتاك دي أول واحد. لا ما احنا لسه بقى هنتكلم. لا ديفلوبمنت مش نورمال. مش نورمال. احنا مستني حد يسال على الديفلوبمنت. انا مستني حد يسال على الديفلوبمنت. قولي دكتور نبيل اتفضل. يعني دكتور معلش بسمع ناس. دكتور ممدوح دكتوره نبيل قالوا الديفلوبمنت. دي حاجه طبعا مهمه جدا. فوكال كونفرجن. هي البنت دي لحد دلوقتي لسه مش بتعمل سيتنج. يعني هي 9 شهور لسه مش بتعمل سيتنج. جاست هيت سبورت كده. يعني تراي سيتنج سبورت. يبقى دي ديليد. هي ديليد موت. اي عيان ديليد موتور نسال على ايه؟ احنا بنتكلم بس اوف الهيستوري يعني. عندها فيستنج يا دكتوره صح؟ نسال عندها فيستنج. عندها عندها في ايديها اليمين فيستنج. عندها الناحيه اللي بتشنك فيها فيها فيستنج. نعم هي بتشنجت وجت يعني هي 9 شهور اول مره تتشنج فالام خافت جابتها وجت الاستقبال. قصدي حضرتك ديفلوبمنت؟ لا هي الام يعني ما كشفتش قبل كده. هي قالت يعني انا راحت لدكتور اداها قال ده ممكن تبقى ركتك طب خدي كالسيوم وكانت الدنيا ماشيه وبعد كده دكتور احنا اكدنا بس ما حدش سال. ما احنا مستنيين. ما احنا ايوه سؤال مهم جدا. الهاند بريفرنس مهم وكتير في الاطفال ما بناخدش بالنا منه وكتير امهات لو عندهم حد في العيله ليفت هاندد بيفتكروا ان دي وراثه. يعني كتير امهات اقول لها هو حضرتك ملاحظه من امتى انها ما بتستخدمش؟ تقول لي هي اصلا من ساعه الولاده وهي ما بتستعملش ايديها. لما بتمد ايديها بتمد ايديها الشمال ولما تديها حاجه في ايديها اليمين بتديها لايديها الشمال وهي اصل خالها مثلا ليفت هاندد اصل انا كمان ليفت هاندد. مفيش هاند بريفرنس قبل سن 18 شهر. اوكي ايه تاني اسئله؟ دراج انتيك ليه بندور على ايه؟ فاميلي هيستوري لايه؟ طيب لو مش سامعه بس معلش لو هي نيورو ديجنريتيف ولا لا. لا ما فيش هيستوري للنيورو ديجنريتيف في العيله بس في هيستوري تاني نحب نسال عليه. يعني في فاميلي هيستوري اخر حد ممكن في يبقى العيلة. مهم حاجة في العيله مرض منتشر في العيله. طيب على خليها لما تبان شوي. يعني انت لو دكتوره نديم تقول حاجه حلوه قوي. نيروكوتينيوس. ايه نيروكوتينيوس اللي يجي فوكال سيجر؟ ولسه حاطين الصوره من شويه. لسه معاها حاطه صورتها. ستيرج ويبر. ستيرج ويبر تمام. ستيرج ويبر نعرفها ازاي؟ سبوت دايجنوز بشكل وشها دي متشخصه. ما كانش عندها اي نيوروكوتينيوس استجمات. طب ندخل على الاكزامينيشن. تمام طيب العينه نعم فاهم الهيستوري بس لو في حالات دي في تي او ثرومبوفيليا في العيله. ناس بيجي لها جلطات شباب صغيرين عشان زي ما الدكتوره قالت احنا دايما في الفوكال ليجن في الفوكال ليجن هنفكر اذا كان العيان دوت عنده ستروك ولا لا. الاطفال بيجي لهم ستروك دي حاجه احنا بنشوفها وكتير برضو بتبقى ميست. هو اصلا انا اتخيل ان الستروك بتبقى ميست في الكبار فتخيلوا الطفل يعني هو محدش بيبقى فاهم اصلا ان الاطفال دول عرضه ان يجي لهم ستروك. فبس طبعا انا في اي فوكال ليجن يعني هفكر ان العيان عنده ستروك لازم افكر اسال الفاميلي هيستوري زي ما دكتور اسامه قال اذا كان عندنا اي هيستوري للترومبوزس دي في تي الام عندها ريكورنت ابورشنز حد حصل له سادن ديث مثلا بسبب ستروك او بسبب كرونري لان ساعات بيبقى ميست ان احنا عندنا ام اي او عندنا ستروك ومحدش اتشخص يعني. فده برضو كلو لازم نسال عليه عشان نعرف اذا كان العيانين دول عندهم ثرومبوفيليا ولا لا. ممتاز. كونجنتال هارت سؤال مهم جدا. ممتاز. طب ايه تاني ريسك فاكتور برضو نسال عليه في الستروك؟ عايز اسال سؤال معلش. ايه الموست كومن كوز اوف ستروك في الاطفال؟ يا لو جالنا طفل عنده ستروك ايه الموست كومن كوز؟ حاجه الاقي كارديك. فدايما لما الاقي ستروك اول حاجه افكر فيها كارديك. صح ممتاز. ايه كمان؟ مين تاني ممكن يجي له ستروك؟ ريسك فاكتور اوف ثرومبوفيليا. زي ايه؟
أهم من فاكتور 5 سكل شوكولاتة بقى دكتورة علا ودكتورة نيفين ممكن؟ أهو تمام؟ السكل طبعاً السكل عرضة لدكتورة نيفين ودكتورة علا السكل عرضة طبعاً للستروك عرضة للثرومبوزيس عموماً يعني طيب عشان بس يعني تجاوبوا ونوزع بقية الشوكولاتة لو العيان السكل دوت جاله ستروك نعمله إيه؟ أنا مش سمع ماشي هايدريشن أو فين يا مروة يلا عمالة تقول لي لوكيميا وحرقت لنا اللي فاتت يلا دكتورة نيفين طيب أنا بس طبعا الإجابة اللي أنا بس منتظراها يعني إن إحنا واحد عنده ستروك اديله أنتي كواجيليشن عايزين بس نؤكد إن عيان السكل الأورجن بتاعه مش كواجيليشن فاكتور خالص هو مشكلته فين في السيكلينج نفسها فالعيان دوت حله ان انا اعمل له ايه اكسشينج ترانسفيوز طبعا مش هينفع نتكلم اكتر من كده لان استاذ دكتور نيفين كمان موجود تمام طيب احنا بقى باكزيمينيشن العيان دوت لقينا ان العيان زي ما دكتوره سحر قالت اول لما بصينا على العيان لان العيان عنده فيستنج فعلا في الرايت هاند ودي حاجه مهمه البنت فعلا بتحرك ايديها الشمال ما فيهاش اي مشكله خالص قلنا للام هل حضرتك ملاحظه ان دي حاجه جديده يعني البنت دي كانت بتحرك ايديها ورجليها قبل كده كويس وبعدين لاحظت ان دي حاجه جديد قالت لا ان هي من ساعه لما البنوته اتولدت وهي شايفه ان البنت اصلا دايما ايديها اليمين مقفولة ومش بتمدها بس بيزد على ان هي كانت left handed افتكرت ان البنت زيها برضو البنت كان عندها فعلا التون بتاعها spastic على الناحية اليمين اكتر من الشمال وكان عندها brisk reflexes وكان عندها signs بتاعت upper motor neuron lesion في الجنب اليمين والباور بتاعتها كانت affected وغالبا دوت كان السبب في ان احنا عندنا برضو delayed sitting احنا قلنا 9 شهور وما كانتش بتمشي وبيزد على كده احنا يعني عملنا بقى البابليسك في السن ده ميش. البنوته دي البابليسك مهمه فيها عشان السن ممكن نلاقي هناخد بالنا بس من القصه دي ما اعتمدش على البابليسك قبل سنتين لان الطبيعي بوزيتيف اقل من سنتين ماشي تمام العيانه ما كانش فيها حاجه بالجنرال اكزيمينيشن بالعكس كانت بلايفل والرت ما كناش حاسين ان عندها اي مشكله كانت مشكلتها فعلا في الديليت سيتنج او الديليت موتور ديفلوبمنت والسيجر المادر ريبورتد واتس يور نيكست ستيب تحبوا تعملوا ايه للعيانه دي عملنا اكزيمينيشن خلاص الانفستيجيشن على طول اول واحده يعني عيانه جايه فوكال كونفولجن في الاستقبال قبل الاي جي كلمه واحده الايه سي تي قبل السي تي سكر مش ما تفرقش معايا حتى لو العيانه جايه دلوقتي وعندها انا بفكر في حاجه فوكل بس لازم اكسكلود الهايبوجلايسيميا اول حاجه بعد الاي بي سي لازم رد بلاد شوجر دي اي عندك تشانج واتفر مهم جدا لازم رد بلاد شوجر طيب الحاجة التانية لو العينة دي جاية الساعة 1 بالليل هاجري واروح للأشعة واقول لهم بليز والحقوني بسرعة واعملوا لي الام ار اي ونتخانق والخناقات اللي احنا بنصحى في الانكول عليها بالليل دي قولا واحدا حد موافق حد بس من النواب يقول موافق ولا لا ماشي خلاص هي اصلا الشكوى بقى لها 9 شهور هي الام هي جات النهارده عشان السيج لكن دي عيانه عندها الانست بتاعها من زمان جدا فالعيانه دي عادي تو بي سكيدجلد مفيش اي او برينيتال ستروك يعني احنا بس عاوزين نفرق ما بين ان في عيان انا هجري بسرعه واروح اعمل له ام ار اي بسرعه وام ار اي وفي بسرعه وات ايفر الستروك بروتوكول اللي هنتبعه وفي عيان هو ديتنج سينس بيرث اصلا عنده المشكله ماما ما كانتش واخده بالها لان في دكاتره كتير لما الطفل بيبقى برضه تاني الاكزامينشن والهيستوري مش متاخد كويس بنقول ان الطفل راكتك ونمشيه على كالسيوم ونبقى احنا ديلينج العيان فور مانث وهو اصلا عنده مشكله واضحه من الاول وهي يعني مستنيه ان المشكله دي تتحل واللي جابها النهارده كان ايه كانت السيجرز تمام هي بس اوضح الدكتوره ما عايزه تقوله هي لو عيان ستروك اي عيان ستروك ارجنت تعمل له ام ار اي ولا لا خلاص الدكتوره ما قالته عيان ستروك الدكتوره في الاستقبال هتعمل ام ار اي ارجنت ولا لا عيان كان بيمشي الصبح جاي دلوقتي بفوكال ويكنس حسب الهيستوري لو هو اكيوت
عيال ريس ستروك ده لازم ايرجنت نتخانق قبل 6 ساعات طبعا عشان ده اهم حاجه. الدكتوره ما قالت العيان ده اولد بقى له هيستوري بقى له فتره طويله فمش مستعجل عليه عشان بس الرساله توصل ايه صح. تمام حد ليه اي اسئله؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتوره مها ودكتور اسامه very interesting وخليتونا كده هو نصحصح كده على الصبح very interacting thank you so much. اعتقد بقى ان احنا we are ready for the opening ceremony. Thank you.